السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 26 حزيران 2009 تمكنت القوات الأمنية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على الإرهابي علي حسين العزاوي الملقب بأبي عماد، وهو والي ولاة ما يسمى بدولة العراق الإسلامية داخل منزله في منطقة بغداد الجديدة، من خلال معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، وهو المسؤول المباشر عن الكثير من الأعمال الإرهابية، ومن أبرزها أولاً الإشراف على تفجير مبنى الأمم المتحدة في شهر آب 2003، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين من بينهم ممثل الأمم المتحدة في العراق. ثانياً الإشراف على تفجير صهريج أمام مركز شرطة الرشاد في منطقة المشتل عام 2006 باستخدام انتحاري سعودي الجنسية. ثالثاً الإشراف على تفجير ناقلة للجيش العراقي في محافظة ديالى عام 2007. رابعاً الإشراف على تفجيرات مواقف العمال في منطقة بغداد الجديدة عامي 2007 و2008. خامساً الإشراف على تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة داخل قرب محطة وقود أرخيتة عام 2008. سادساً مسؤول عن حلقات المفاوضات مع ذوي المخطوفين الأجانب. سابعاً مسؤول عن ربط شبكات تنظيم القاعدة الإرهابية بين دول أوروبا والعراق. والآن نعرض على حضراتكم اعترافات الخلية الإرهابية والأشخاص الذين قام بتنصيبهم في مختلف مناطق العراق. بعد ذلك أيضاً نعرض على حضراتكم الإرهابي علي حسين العزاوي الملقب بأبي عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. إني محمد بن عبد الله بن حسن بن ناصر العبيد من المملكة العربية السعودية من منطقة الأحساء، كنت متواجدا في ولاية ديالى عندما أتانا الحج علي العزاوي المعروف بأبي عماد، حيث تم تعيينه علينا واليا على ولاية ديالى، حيث أنه بعدما تعين واليا لولاية ديالى بدأ بتغيير أمراء القواطع وبتعيين بعض الأمراء الشرعيين وبعض الإداريين والعسكريين، ومن ذلك الذي تم تعيينهم عندما عين سالم صبري والي أميرا على قاطع خان بني سعد، وأخرج سامع قاب الذي كان مسؤولا على ذلك المكان إلى ولاية الأنبار، حيث عين أبو عماد الحج علي سامع قاب واليا على الأنبار، وعين مكانه في الخان سالم صبري. وبعد ذلك أخذ يشرف على العمليات العسكرية، ومن ذلك العملية الموجودة وهي عملية تفجير صهريج على سرية للجيش العراقي في منطقة شهربان، حيث أنه كان مشرفا على تفخيخ ذلك الصهريج وكان مشرفا على تلك العملية. بعد ذلك خرج من الولاية ولم نعرف عنه شيئا. بعد ذلك سألت عنه، فقيل لي أنه عين واليا لجميع ولاية العراق في دولة العراق الإسلامية، حيث أصبح واليا على جميع الولاة في العراق. أيضا من الأمور التي كان يشرف عليها إشرافا كاملا الأمور المالية، حيث أنه كان يأتينا إلى مثلا إلى البيت أو يأتينا إلى أي مكان وهو يملك أموالا طائلة يوزع بها عند الجنود وعند أمراء القواطع، وكان هذا مسؤول يعني على هذه الأمور مسؤولية كاملة. أول تعرف إلي على حج علي العزاوي اللي هو أبو عماد
عن طريق أبو إلاف. أبو إلاف صفته عسكري ولاية دياله. رحت أنا وياه وشفنا حج علي وتعرفت عليه. ما طلب منا أي شيء، مجرد أنا شفت رجل ما أعرف صفته شنو، لكن عرفنا علي أبو إلاف إنه هذا حج علي. بعدها بمدة حوالي شهر أكثر أو أقل بالتحديد ما أعرف يعني، أيضا شفت حج علي وعرفت أنه هو نائب أمير دياله. هذا الكلام اللي سمعته من عسكري ولاية ديالة أبو إلاف، وشفت أنه الأمر كله بيد أبو عماد اللي هو حج علي. يعني أبو إلاف بصفة عسكري ولاية يجهز القواطع بالأسلحة بالأعتدة اللي يحتاجونها، بس من يستعصى علي أمر يرجع لأبو عماد. بعد هذا اللقاء تحديدا يعني تقريبا بال 2007 الشهر الثاني او الثالث بالضبط ما ادري، طلب مني ابو عماد ان اكون امير قاطع على الخان، واستلم من ابو رعد واللي عرفت انه اسمه سامع قاب. استلمت انطاني، قال لي، قلت له والله اعطيني فرصه حتى افكر. فبقيت يعني بالبيت 10 ايام او 15 يوم، وجتني ورقه انه التحق قاطع الخان فورا وبدون تاخير. التحقت واستلمت من ابو رعد. بعدها عرفت انه ناقل ابو رعد القاطع الانبار بصفته والي او امير قاطع الانبار. اسمي زيد خليفه زيدان. من خلال عملي بصناعه بعقوبه الثانيه مع ابو فاطمه وابو نور الاداري، كان يتردد علينا شخص حجي علي ابو عماد الطيار، فكنا نعرف بان هذا الشخص يشتغل نائب امير دياله خلال التعامل وجيات علينا. وخلال كثرة الروحات والجيات من أبو عماد سمعنا وشفنا بأنه هو ينقل أشخاص من بغداد، من ديال العفو يعينهم ببغداد وبالأنبار. وسألت شنو هالشغلات، قال لي هذا يشتغل والي ولاية دولة العراق الإسلامية، وكانت المبالغ للإداريين تكون حصرا من يد هذا الشخص اللي هو حج علي. فعرفنا بأن هذا الشخص مو كان نائب أمير إديالة، إنما كان متخفي بهذا المنصب، وهو منصب عرفناه بعدين والي ولاة دولة العراق الإسلامية. اسمي علي حسين علوان حميد العزاوي، تولد 1956، أسكن بغداد، أعمل طيار في الخطوط الجوية العراقية. منصبي في دولة العراق الإسلامية والي الولاة في دولة العراق الإسلامية، وكنيتي أبو عماد.